بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحن بلابينا درس كي تدباد يكو سابسيسا تتارك وحن هروغ صورناي تاريخ دي تتارك قيبتي كو سابسيسناي الدولة الخوارزمية هي سيدي ايوچه بيينة وقوليستين وحين كلاصة مري الدولة العباسية هي سيدي أيوتشبيين وحين كلاصة مري الدولة الأيوبية فضل ناموسا وحين هروق صورني دولته أما الدولة دي بلارنيدة تتاركة iyo dhibaatooyinka ay u geysatay dawladda islaamiga ah iyo sida ay u soo jabisay waxaynu soo gaarnay marka saddex dawladood oo waaweyn oo kamid ah dawladihii muslimiinta ahaa oo min China dacalkiisa ila iyo Gaza magaalada Falastiin maanta ee Gaza la isku haysto ila halkaas uu tataarku soo gaaray inta wuxuu jabiyay marka saddexdii dawladood ee ugu waaweynaa ee meesha ka jiray وأخ خلافة العباسية حق ششانا يكسي حكتاء الدولة الخوارزمية دنك السكانة يكي حكتاء الدولة الأيوبية يوحي كهاري وحل سوق قاري مركا إن أنك ورمو قيبه يوجود دنبيي دقال لدى كوات أو كصابسا دول كي ممالك تلورنشري ممالكتو والدولة مصر كدالطي دبيتانا بلارتي دولة داسي انت بدن تاريخي هنا دا مسلمين تي واحد بدن كما ورمان وانا لغي ابا سبابا بدنين اي چرتو اي كمي تهي سيدو دكتور راغب السرجاني تلماما يو عاصر قو دي او ترى بدتي دولة ده يرير مسلمين تهي وقفك تاريخي هن كاي كل بدن تهي انو عصور تاسيسي في عنو قوض ورمي كرو بلا وحو تلماما يا مثلا الراغب السرجاني وحليي الممالك البحرية ممالكتا انت بدن لبا غيبوت با لو غيبيا الدولة دي ممالكتا لورنج ري لبا بغل يتضبات سنضاد وحكود دوبي تليني سي قيب تهوري وحلي دادا الممالك البحرية و قيب تهوري دلبادنا وحلي دادا الممالك البرجية وحن رجينا يا إني كنتون سلطان وحدا في لهايين مركا تاريخ داسي لبدا بغوليين تاسالة المامو قيبتن هوري اللي دادا الممالك البحرية وحاولي دكتور راغب السرجاني وحي تليني بغولي افري اللباطن بغولي افري افرتن سندود لكن وحن رجيني تاريخ يهنا دا كلاين يكوت المامان بغولي دوري يصدن نيتي بغولي ليح يصدن ميلاها تاساني يدو دهي ليح بغولي يستيدي افرتن كيبي بلابمي كودي ugu dambeeyay wiilkii yaraa ee Haaji Shacbaan loodan jiray 648-tankii ayaa kursiga laga riixay dawladda al-mamalik al-bahriya la yiraahdo ee 460-ka sanado talinaysay Raghib Sirjani wuxuu oranayaa ilaa 920 ba soo maray madaxa laakiin taariikhiyahaana kala badan waxay tilmaamayaan inay 720 ahaayeen hadii shajaratu dur islaantii maamulka bilowday haddii lagu daranayana boqorad laga dhigana waa 820 bay noqonayaan 920-ka ama 820-ka madaxda ah Raghib Sirjani wuxuu leeyahay 220 ka mid ah 210 waa la dilay 10 waa la dilay 210 waa la casilay dad miinis 220 nin oo madaxda ka mid ah ayaa 10 waa la dilay 210 waa la casilay
حتى الدولة دي كدن بيسين المماليك البرجية كما في عينين يقبا وهي واحد وران كرتا سقال كم دي انكستا وقت دير تاليانا بغلية صدن سندات كل دو هدنا اللحية طبعا كم دي سقال سندات بي حكومين سقال سنة قده هيدا يا اللحية طبعا سلطان اسبدالين دولة المماليك ما دام السلاطين تيدون التراب بضان تهي تاريخي هنادو انت بضان واح بضان اناني كشيقين بيو بضان تهي مستشرقين تيقو ومبتش علاو ديلا اني من كان لبا قرني اما صدح قرني وقت كل دو اي لبا دي قوة دو دي وقت قا مسلمين تيو قرد بتبادنا بهر تاقنايا دولة دا المماليك تلايد هذا محيكا قد سنتي دول كي اي نهرو صامر وحيابا بدن بيكا قد سيين والدولة أسكريت عساكر سوما مغشان والدولة أسكريت وحوق لغو كالقادة مدح النمضة ووحنا نشيغ يورد بيت دل إيا مدح دول إسكع السليداني وإنقلابات بكوة دعين وإنقلاب عسكري مركا إنقلاب كاما والا الدل إيا كان هوري أما والا خلعين إيا حبسي قال لو ديري إيا موالا الريبي سيدي كوبلاب من وحن جعل انت انا كور من دغاله دي اوو ادكا اي لا غلين تتار كا واني منكي جبيي هورتا تتار غوبتي كواد اي ديب لوغه سو عليو وا هلكي ايغو كو هكيين وقعت عين جالوت تتار ديب هروغ وما صون انتي دنبا ماركا لا اسكو هيستايو وخي ديب كا دحاي نيمكاسي تتار كا سو جبيي هدان تاريخ دو ديب غو نقونو وايو وقعدا كورن كيدو وحو كحرين ان الظروف تفهمنه ظروف تاين ان فهمنا انا وحي كان سنسا درس كان ما انتو دمين مقدمه وبطه درس كان ما انت كور ما يدمين مقدمه لهذه الوقعه النقضه مقدمه دني ما هي كصاب سي سنتي دوله الايوبيه هرين وسو شيغني 80 سنادود بيتلينيه صلاح الدين الايوبي 20 سنادود ايو اسغو نولايو ماموليه مركو غيريودي وحو كتغي دولادادو بلاادن او مصر هي الشام هي حجاز هي اليمن هي ليبيا قيب كمدة هي النوبيين تا دولادو بلادن دولة اسلام وكتلين يسوس صلاح الدين كتجي اسلام كان هو حريي بيت المقدس لكن سجى قداش رجي يمي ما دحني ما دي بقى لسكود لي والله سن انقلابي ولا كل الريح دي لحدا صندوق بي ايوبيين تجده هذا استليين ايوبيين تا لحدا كسنة استليين waxay u bateen inaanay hatta wax kasto isu adeegsan karaan inay isu adeegsadaan wa ayubiyinta qayb ka mid ah waxay soo kaxaysteen crusadeski ama dawladihi masiixiga ahaa ee muslimiinta la dagaalamayay ay qaar kood soo taageersadeen oo iyaga iyo kristan iyo muslim oo socda ku wada duulayay dawlad yar oo kala muslima lixdan ka sanadood ee dambe طبعاً كيو دنبيا وحكت المام نمركا لقى صوب بلابه لح بقولي تدبي صدّن كي مصر دولة دي وحاقب صدي نكيل لورنشري الملك الصالح نجم الدين أيوب الملك الصالح نجم الدين أيوب واي تاريخي هندو كتريان انو كم دي هيدا ديوغي وفضل بدنا بعد صلاح الدين دولة الأيوبية وحي صامري نكن iyey nimankii isku reerka ahaayeen ee iyana Sham iyo meelaha kale ka tirinay Falastiin qayb ka mid ah dhulka ka telinayay waxa dhaxmaray dagaalo xoogaaya 600 iyo 400 markay taariikhdu marayso yaani 4 sano ama 5 sano meelaha markuu xukunka haystay kadib ayay ayyubiyintii Sham deganaay soo tageen dabatana نصارضا ما كريستان كقيب كمدانة تحالف بين لصة مايستين وحي كهشيين إن لقوة الدولة مصر ومصر لقب صده وبغر كاسر ليدادو نجم الدين أيوب دولة دلقر ريدو مقابل كيادانا نمان كان نصاريد إن لصيو بيت المقدس نغاطان بيت المقدس ما نكتنا زولينا لكن مصر نلقبت بي لقوة الشيء نينك الله يرحمه نجم الدين أيوب وحيس كده يينو استفاعه عيدا كيسو وطه نمان كي وعى صنا مماليكته والله يرحمه ركن الدين ببرس القائد ركن الدين ببرس البندقداري
ninka loo oran jiray uu hoggaaminayo ayay dagaal wada galeen isagoo ninkaasi la socda maadaama ciidankiisu yaraana wuxuu isku dayay inuu adeegsado ciidamo culammada qaarkood ay ku yidhaahdaan murtaziqa bay ahaayeen mercenaries calooshood oo shaqeysayaal qoladan calooshood oo shaqeysayaasha lagu sheegayaa waa dowla alkhawarizmiya dowladdii xoogga badnayd ee markii horeba tataarka daandaansatay ee muddada ay tataarka isdilayeen ee beriga fog ka talinaysay dowladda ciidamadeedii jabay qaybo ka mid ah firdhadkii soo galay masar iyo shaam iyo meelaha kan laakiin waa niman jananaah casaakira xirfad caskareed leh xirfadoodii caskariyeed bay ku baacmishtareeyeen markaa ninka najmuddiin oo ayuubiyiintii kale reer shaam iyo ay isu soo bahaysteen nimankii kristanka ahaa ee baytulmaqdis loo ballan qaaday wuxuu dareemay in laga xoog badan yahay dabeetana wuxuu adeegsaday nimanka murtasiqada abuu ciidankiisa ku soo darsaday 642 hijriyada ayaa waxaa dhacay mowqica loo yaqaano mowqicatu ghaza oo labadaa xilfi wadaag najmuddiin oo murtasiqada ayuubiyiinta murtasiqadaasi khawarizmiyiintaana wata askartaasi calooshooda shaqeysta iyo ciidankii nasaarada iyo ayuubiyiinta oo wada socda dagaalka ku kulmay dagaalkaasi alqaa'id bibrus si xooggan buu uga guulaystay xulafadiina waa la jabiyey xulafadaa jabkooda taariikhahan meeshan aan ku sheegi doono oo dhammi kuma dhaadhacayo waayo maaha inaynu ghazawaadkan ka waranno ee waa mamaaligtu say u samaysanto inaan taariikh muujisa ka tilmaamo dagaalkaa jabintuu jabiyey waxaa la yidhaahdaa ilaa 30 kun oo askari buu ka dilay niman badan oo madaxa oo umaradii kristanka iyo kuwii muslimkaba lehna gacantaa lagaga dhigay xulafadaana xoog baa loo jabiyey wuxuu u arkay najmuddiin inay fursad tahay maadaama uu madax badanna qabqabtay oo ayuubiyiin iyo kristanba ka mid ah ciidankoodiina in badan uu ka laayay oo 30 kun askari ciidan gaadhaya uu ka takhallusay wuxuu arkay inay fursad tahay dabeetana inuu baytulmaqdis xoreeyo oo shaam qabsado oo kuba darab uu arkay awalatiisa duulimaad lagu ahaa wuu soo socday wuxuu xoreeyey baytulmaqdis 643 hijriyada ayuu xoreeyey maalintaas siduu u xoreeyey gacanta gaalada waxay dib ugu noqotay 1917 November 16 ciidanka ingiriisku markuu galay iyadoo weliba ay yidhaahdaan sababta ku galay waxay ahayd bay qaarkood sheegaan khiyaano macruufa uu sameeyey Mustafa Kemal Ataturk Turkiga ka talinaya dowla cilmaaniya dhisi doona dagaalkii koowaad uuna duulida ayaa gaal dambe oo cagaa soo geliyay ugu xigtay siduu xogreeyey ninkaasi loo yaqaano Najmuddiin Ayuub 643 hijriyada wuu sii waday magaalooyin dhulkana iminka haysato Israa'iil ka mid ah waa Casqalaan iyo magaalo Tabariya la yidhaahdo dhulkaas buu xoreeyey isagoo meel fiican marinaya ayaa maadaama ciidamada la socda ay niman murtasiqa ahaayeen niman calooshood oo shaqeystayaala ahaayeen umaradii ayuubiyiintan qolo ka mid ah ayaa lacag ka badan lacagtu odaygani siinaya u ballan qaaday dabeetana dagaalkii bay kaga baxeen kadibna isagaa bay ka hor yimaadeenoo way la dagaalameen halkaas waqcada wixii ka dambeeyey waxaa bilaabmatay waxaan aynu hadda ku soconno ee ah nimanka mamaaligta la yidhaahda sidii ay ku yimaadeen natiijadii dagaalkaasi waxay noqotay Najmuddiin Almalik Saalix Najmuddiin Ayuub inuu qaato fikrada ah ciidan dambe oo murtasiqo calooshood oo shaqeystayeen inaanu ka haysanin ee ciidan walaaga daacad isaga waa inuu helo ciidan lacagta daacad u ah inaanay ciidan noqonayn buu arkay kadib wuxuu bilaabay halkii khawarizmiyiinta inuu ku bedelo niman la yidhaahdo mamaalik su-aashu waxa weeyaan haddaba man hum lmamaalik waxaynu ka warrami doonaa dowlad mamaaliki hoggaaminayo oo tataarka jabiyey fikradday ku timina waa tatan
محل الله إذا مركا مماليكته أصل اللغة العربية مماليك وجمع مملوك، مملوك هو الرقيقة مع عبد وأدون سيبا أدون كإساقا أدون نمو إساقا لصوق بصدي إن أبيه يهو يدي أدوما أهانشرين كأبيه يهو يدي يهو أدوما أدون نمو دا شيء كاقم بالإداء عبد قاس وفقه هذا كان يقين كوت المامان أما كان إساقا لأدون صدي وأدون سيقا دقا للغو صوق بصدي أبيه يهو يدي ما يحين. لكن تاريخ الإسلامي إرقى في عربي قود معها إما ماليك داد مقشو إنت بدن تاريخ الإسلامي وحيكو عام بحين نمن أسل كود وأدوم معها أو عيدا مدى لغرته عيدا ما مركز دنباو نغضة دولدة كواسا ماليك إرقى اللي داد كو عام بحي غور ما يبلاب من وقت كان ما يبلاب من كهر ما يبلاب من إمام الطبري رحمة الله عليه في وحساء رورينيا في تاريخي وحكساء رورينيا أن عدي وجوه الرئيسي أديك ستا عيدا الضماء إن يهيد وقتي الدولة الأموية سيبا نصر بن الصيار نكي لورينش ريمر كوتلينا يي ووالي خراسان خراسان وإيران وغوي جدا أفغانستان وغوي جدا إلى طاجك سمعلها سي أنت والدي أما جوفرنر كي أما برصاب كي وجدت لنا يي دولة أموية ونصر ابن الصيار ليدا هذا أيها هبايدا إنك يجوه الرئيس ممالك قرطة وكن أسكره ومملوك قرطي دبتنا عيدا بهبوسي عيدا وخد قال قالوا نقضي لكن آخر كيس جي عيدا كيسيبه ولا كبير دولة العباسية وقت جدي سيبا وقت جاي تلين يان لبدي إنن مدنا مأمون لورنشري مدنا معتصم لورنشري وا بغلية سيدة سجاشن كي إلا لو بغلية تضبي الله باتك يا يلا بدانين ولا لا تلين يان نمان كاسا وحي بلابين إن أسكر بدن قرطان ويا عهد جي الدولة العباسية وحي بلابين لبقو ميدود إن الدولة نمدا كفو جيان نمان كعربات يان نمان كبيرشي نسكا لبدا الدولدود بين الدولدنمدا كفوغيان سيان حكم كايغا عيد اوغو سوهم غورين ما دام اي لبدان بولشوت ربين ان عيدنمدا كفوغيان وين اي كانسدان عيد ما كاله او ماركا دولدي مسلمين تهيد عيدن نوقتا وحي بلابين ان اي غوتوين اسكر اه او ادومها سي سوق باع مشترك لغا سو ييبسدو ان اي سو اوروريان سيبا المعتصم كاس المعتصم بالله قاسي وحيد هذا عيد مديس الضماه الدوري طبعاكم بيجارين بل بغداد مركي قادي ويدات ضد كباي وصغيرة كل عريان أيو حوسة مي مقالة عامة أو استجى يعيدا كيسونا يدقان ومقالة الله إذا سر من رأى يعني مقالة السام رائم كله إذا عراق تعالى بغداد الدو أصل كمقالة وحلوس ما يعيدا كاسين لدشيو وقلعات كي ماشي ودشي عيدا كان سنة بغرطية دي سيبو رطي ماشي أسود دقي وحيو نقطة مركا عيدا ما دي سي أو أتراكو بدن أو ميدا تركي قال الله إراهدو أو سيريا الدولة نمدا كقوح رئيس دا عربتان يوم حار بيرشيان كان يدد كان لكن نصيب در رئيسنا مو حارين كارينه لواتن سندود كدب مركا عيدا كي قبصدين يتشنان دي يوحي بغرد دي بوحي النقضين لعبق عانتو دا كوچرة ميدا يدلان يا ميدا عسلان بي نكر لغان آخر كودي وصيبا متوكل مركا يدلان لوا بغالي تضبي أفرتن كي وحي كدن بي ممالك تو وقت قامر كهالاقا صواب بلابو يا وحي كدن بي وحي النقضين عيدا عصوبة وكصواب بيري دولته مسلمين تا دول إلى طابك مغشان فلان طابك طابك الطابك تاني وأطا إيا بك لا يسكد داري لبدان إرأي أفتركي غا أطا وبمعنى الأب إلى والمربي بكونا إساقنا وحي كتل مامانين يهي الأمير يعني ونشأ ومرضى دتكي تببري الطابك تاسواني منك تاريخ دعانك كوأه مركز دم الدول الأطراف حكومي
رقع تقانين حتى الدولة الأيوبية رقع كصوب بلابطي عماد الدين الزنكي نمكاسي دول الأطابق بيا هاي مركان صوب دو دوبه عيدا كان ممالك تلاي هذا وانتو دو غبضا وحلقا كاني ماشا اللي دا ما وراء النهر نهر الجيحون اي نهر وصوت المامني وبيقى كالقايبية دان تركمانستان يا افغانستان دان كالانا طاچيك يو ازبكستان وبيقى نحمرة وحكذا بأي تاريخ يهندو ما وراء النهر كنت المامي جرين هل كاسبا لغا كيني جري عنصر كان تركي قال الله إلهده أتراكتني عنصر كاسي ماشي الدقان كولا هاي وماشا وانا من تغطى قال كوبت نابا يهي داد قالا أبدا سمرغندا إيا فرغانا إيا خوارزم إيا مقالو إن كان مسلمين تبا لكيني جري ولا كالقدن جري صالح الأيوب نكانا ينو ربنا عيدا كعصب سما يستمحو سوكر لي يساقو isagu wuxuu bilaabay fikradaha hore ka gadisan oo ah inaannu nin weyn askari qoranin wuxuu bilaabay isagu inuu caruurta iibsado caruurta yar yar suuqa lagu iibinayo inuu soo gato caruurta markuu soo gatana inuu u tababarto ciidamo ciidamada ama dadkii la iibin jiray waaga ugu badnaa horta dad asalkoodu Turkiya ugu badnaa inkastoo laga helayay Armeniyiin kuwa منغوليان سلفتو دقوا يا يوروبتان اندا بلوغ له قار اهبا سقاليبدا نيمانكي لوورن جيري يوروبتان باري دي انت وا لغا خوغبته مسلمين تو دولكاي قبصدين باي كميدا هي وا لكل غدين جيري ايغانا وها سو دانو لا اسكو دارو ايا وحي نوقدين عنصر كو اوغو بدن عدانكا اه اي ادوما ددكو ايمكا ماركا ادون مقشنين مدوبي كفكران ادومو برغانين عد باي هان جيري اد بو يرادن مدوبي ترادو ير باي هاي عنصر كاسي وحب بلابي مركا بغرك كنيسكو إنا نقضانين إلا قوة يريري عرورتا أموياني سيبا دادا المسلمين هاي لكن ما داما تطار كنول بدانا مسلمين أي قبصدين وعرور يريرو تربضان لأي أي قدين داد كالا كالا قدانا يقار كدو حيسكي جري داد مسلمين أي دالين وعرور يريرو مسلمة لكن أنا في عربية وحانكو هدل أبا ياشود يددكو دينا داد كيلا لأي أي كمديهين ninkana wuxuu bilaabay marka kulliyad askari iyo cusub inuu sameysto oo lagu tababaro ciidamadiisa yaryar ciidamadani waa caruur caruurtan inta aanay sinna buluug gaarin qaangaar inta aanay noqonin ko waxay dhahdaan waxa loo dhigaa af carabiga markay bartaan baa waxa la baraa quraanka quraanka markay bartaan baa waxa la baraa mabaadii fiqhi islaami wa adab islaam wa adab sharciya fiqiga muslimiinta iyo adabka sharciga inta yar yar iyo waxa aad loogu ilaaliya salaada inay si fiican u tukadaan adkaarta sharciga inay qayban ninka muadibka ama muallinka tiray garaynaya haduu khata yar ku arko uu isku dayaa inuu tanbiihiyo ila xad ciqaabaadka qaar kooda la mariyo caruurtaasi waxay kortaa marka ayagu caruur yar yar oo muslimiina oo islaamka jecel oo aqoon badan oo fiqiyana wata oo agtooda culimada iyo cilmigu ku weyn yahay وعلماء قاربا وحيدا دان واسببها عسر المماليك أي أصاب بحين علماء ما أنت وقع عن سن دنيدا الأفداد كتقانين وعصورة مماليك ترجع وحبرتي يا كم ده إمام النووي ابن تيمية ابن القيم ابن الجماعة إمام الذهبي ابن كثير المغريزي علماء دان عان كتاريخ ذاك تقانين وعصر المماليك عصر جيني منك كان نهضة علمية بافافطي والله إرادة ابن قدام المقدسي وحصل دمي وعصر الممالك رقي نولا صالح الأيوبي مركو دات كان ودين تيا في عربي يا وحمبرو اي سو غادان قان غادك ايا وحب بلا متاع الكليه العسكريه مركا مركا سو حلو بلا با ان لا برو ان دغالنكا قابك لو دغالمو يا عسكري نمر رسميه iyo fununta dagaalka kala nooca fardafulka gamoonka ridistiisa seefta iyo ku dagaalankeeda maharaadka askariga oo dhan baa marka loo bilaaba saddex shay baa la baraa marka kana qab dagaaleedka iyo sida loo dagaalamo iyo riyada alquwa albadaniya iyo jirka in loo dhiso iyo in la baro adkaysiga iyo mashaaq iyo dhibta inuu adkaysan karaan yaani waxa lagu yaqaan askari ayay galaan
كليه عسكريه عسكري نمد لو ترين غري ماركاي دمهستان درجه 3 بقى لغيا هدانا درجه دتن وسراكيش مشى لغا سو سارو ماركاي هلكن سو غادان وحا لا برا امور القياده ليدرشيب مامول هوغامين يا مامول ايو خطط كعسكريه استراتيجيه سيده لو دجيو مشكلات كواوين عسكريه هداكو قبصدان يا سيده لو حليلو iyo umurta adag oo dhal sida loola dhaqmo yaani marka kan waxa laga dhiga qaada inay noqdaan hoggaamiyeyaal chanano iyo wixii u dhadhow inay soo baxaan asal marka waxa uu noqotay mamaliktana inuu ka warrami doono waa niman min caruurnimadoodii la iyo chanano iyo umaro intay ka gaadheen tadriib ku filan la siiyay haduu yahay mid diineed iyo haduu yahay mid military iyo haduu yahay mid maamul intaba waa rag soo qaatay حتى مركز سو غادان waxaa bilaabma nidaam rutub kooda sida loo dalacsiinayo qaar firq askariya maamulo oo dhex digla labaale saddexle jaan wixii yar yar noqdo qaar kor loo qaado ila had la gaarsiyo maxay rutubada amirka ay gaari karaan amir amirku waa nin mantaqa dhan xukuma ama meel dhan xukuma waa dad dhaq maamulahan maamul haya dhaqaalahan iqtaaciyin oo dhul dhan la siiyo mamaliktan waxa kale oo loola dhaqmay islaamku ma yaqaano waxa loo yaqaano tabaniga ilma aana dhalin inaad tiraahdo aanaa dhalay ma yaqaano laakiin wuxuu yaqaanaa in qofka la kori karo isagoo magiciisa aan laga bedelin iyo wixiisa boqoradani siiba najmuddiin ayuub wuxuu la dhaqmay sidii caruurtiisa oo kale oo markuu raggan kulliyaadka ka soo saaray xero gaaruu dejiyey xeradu dajiyey buu la degay meel la yidhaahdo jasiiratu rawda oo qaahira ku taalla ayuu dajiyey webiga niilka dhexdiisa jasiirad yaro ku taalla halkaasuu qalcad uga dhisay isna gurigiisii boqortooyada halkuu u soo raray sida caruurtiisoo kale uu la dhaqmay xad bay yidhaahdaan uu cunnada la cuni jiray meeshay seexdaan jeegarayn jiray wax walba wooy iyana si dhabay u jeclaadee oo nimankan suuqii nakhaasa iyagoo yaryar laga keenay suuqa dadka lagu iibiya laga keenay iyagoo yaryar haddana waxaa laga dhigay umaro iyo dee dad xawaashidii boqorka ka tirsan iyana markaas si fiican bay ula dhaqmeen boqortooyadoo aad bay u soo dhaweysay ciidankan mamaaligta la yidhaha marka hore saasuu ku samaysmay ninka la yidhaahdo najmuddiin laba nin ayuu ciidamadiisa hoggaamiyaa lagu dhigay nin la odhan jiray farisuddiin aqataay iyo nin la yidhaahdo ruknuddiin bibris labadaa nin ayuu madax uga dhigtay halkan markay marayso intaanan weli gaadhin meeshii aan u socday muqadamadan waxoogaa ku daro luisa taasic boqorkii la odhan jiray waxa jiray yurub boqoradeeda wakhti ka mid ah ayaa boobabku aad u hungureeyeen dabeetana iyaga iyo boobabkooda wada socda waxaa la go'aansaday in muslimiinta lagu duulo xamlaad kala dambeeyey xamla salibiya aluula athaaniya athaalitha araabica alkhaamisa asaadisa asaabica xamlaad taariikhda caan ku ah crusaderska nimankan la yidhahda weeyaan dagaalada ay soo qaadeen dagaaladan ayaa soo qaadayey boqorada yurub richard kii la odhan jiray qalbulasad ee ingiriiska ka talin jiray Philip Augustus ki Francisca ka taliyay maxaa la dhaa Frederick Thanigi Germany haysan jiray Bahamoyo oo Qubrus iyo Sicily ka talin jiray dagaalkii shanaad ee ay soo qaadaan reer Yurubka iyo Crusaderska waxa hoggaaminayay boqorkii loo dhan jiray Louiska 9aad ee Francisca Louiska 9aad ee Francisco wuxuu isku dayay inuu Tatarka heshiis la galo in muslimiinta gamta loo joogsado laakiin way inagii hore u soo sheegnay boqorka tatarku inaanu cidnaba agtiisa inuu ku arkay inaanu ogolayn dabeetana waxaabuu ka xanaaqay boqor yaroo reer yurub oo waraaq u soo dirayo iska dhigaya qof macna labuu ka xanaaqay saa daraaddeed wuu diiday fikraddii sulxiga ahay hase yeeshee boqorkii masar haystay ee najmuddiin xanuunka tiibayda la yidhaahdaa ku dhacay wuu xanuunsaday luwis wuxuu maqlay intan kale ayuubiyiintuna naf badan may lahayn ninkii ugu xooga badnaana inuu xanuunsanayo tataarkiina inay marayaanba baqdaad qabsadeen iyo waxaas oo dhan ka soo tallaabeen dabeetana wuxuu isiri wallaahi adna waad ka yara gaadhsiin karaysaaye masar iyo intan iska sii qabso
حملات بوسوق هذه إلا تضواب بقول الدنيود بوسوق حيستي عيدا حوجن وقاركود كوش جام بقول كنا عسكري عيدا قارة يسوق حيستي وحكوت على جلي سنين ومصر جنت كروتشيو وحي مماش الله يداد دمياط دمياط ومجال دي وقع سنين مركا مصاري ذا إيه دكدة واحد بحر الأبيض كه أما ميديترينيان سيكا كسوتشي دي dimiyad ciidanka inta lag iyo waxan marun bay soo galeen waxoogaagii askartii ciidankii joogay waaba ka baqeen waa uga yaaceen magaaladii buu iska qabsaday halkii buu dagay wa hamladii toddobaad ee salibiyinta marka hal hamla sabica weeyaan markay qabsadeen meeshatan ayuu boqorkii masar ka talinayay marka najmuddin ayaa wuxuu go'aansaday inuu dagaalamo waliba inaan qaahira loogu iman inuu ka hortago laakiin dadka si uu dagaal galiyo wuxuu go'aansaday isagoo buka oo jiifa oo sariirta saaran in la qaado frontka la geeyay isagana ciidamadiisii wuxuu amray inay baxaan meel dhexe madiinadan al-mansuur la yidhaahdo al-mansuura halkaas buu ciidankiisii keeyey oo kolley buu wuxuu garanayay webiga niil inuu soo raaci doono marka inaan qaahira la isugu imana dhexda inuu dagaalku ka dhaco waxaa amray in la qaado oo meesha la geeyo saraakiishiisii ciidanka watay waa 674-kii baan rajaynayaa inay tahay marka dimyaad la qabsaday safar 20-keedii labadiisii sarkaal ee mamluuga ahaa ayaa ciidamadana wataa Farsuddin Aqtay nin la yidhaahdo iyo Bibris Ruknadiin البندقداري نيلا يدا دلوا دا سان نوطا ولا بني نو جنننا او دغالي هنا خطرة يدو خطة دي عسكري قال لدي غيو او ربه انو يسدفاعه ايا وحا دعدي تي الله تمي شعبان شنية بنكيدي ايا بغيردو تمي بغركي ودن كما مليي waa nin boqoro saalix abu haba lagu tilmaamaa isagu waa ka ibnu tagarri bardi ayaa wuxuu leeyahay law lam yakun min masaaxin sultaan saalix najmuddin ayuub ila tajalluda cinda muqaabalati alcaduwi bilmansuura wahuwa bitilka alamra almuzmina wa mawtiha cala aljihaadi waaldhabi can almuslimiina lakafaahu dhalik ma kaana asbara wa aqzara maru'atah culay ninkan adkaysigiisii iyo dagaal joogiisii muslimiinta isku dayay inuu dagaal galiyo iyo sabar badnidiisii ayaa ku filan buu tilmaamaya ilaahay baa ogina ku filantiyeen kale ninkani wuxuu ahaa nin saalixa say taariikhyahanadu ku tilmaamaan musiibadii mar qura waxaa dhacday musiibada dadkii muslimiinta oo ah magaaladii horena in laga qabsaday dagaalkiina inuu mukadhadhow yahay geesh xoogan oo boqortooyo wadataana inuu soo socdo boqorkii muslimiinta u talinayay dagaalka soo galiyeenay inuu dhintay weliba nasiib darrada joogtay kale markaasi say dadku u arkayaana waxa weeyaan ciddii dhaxli lahayd ee boqortooyada qabsan lahaydna lama hayo boqorku markaa wuxuu qabaa gabadh shajaratu dur la yidhaahdo gabadha tani iyana waa mamluukad kale waa turkiyadna dadka badh baa idhaha dadka badhna armiiniyad bay hayeen baa la idhaha waa gabadh uu suuqa ka soo iibsaday kadibna uu xoreeyey kadibna uu guursaday inan bay u dhashay inankiina wuu dhintay gabadha shajaratu durr oo mamluukadiina ah ayuu qabaa la socota laakiin waxay ku sheegaan gabadha tani gabadha aad u caqli badan bay ahayd bay idhaahdaan waa iron woman-kii soo maray taariikha muslimiinta ka mid tahay gabadha tani waxay go'aansatay inaanay geerida boqorka sheegina ay qariso oo waxay tidhi dhakhaatiirtiibaa waxay u diiday in cid u soo gasho amarkaasay bixisay dhakhaatiirtiisiibaa waxay amartay bay tidhi inaan cidi u soo gelin wiil uu dhalay ninka kan iyo aanay isku fiicnaan jirin aabihii aanay iskuba fiicnayn oo Turan Shah la yidhaahdo oo ka taliya magaalo yaro Xisnu Kayfa la yidhaahdo
حسن كيفا ومقالة تركيا كونفورتا برية تركيا كتالة وبيغن دجل لبان مرة إلا هذا هو مقالة جرتا حسن كيفا ما شاء الله إذا هذا يونيكني بغر يركاها يوكتليني كاسي فرينو درتي أي لدى يا بهار دمي كرسي بغر طويدون أبو بناني حالات خطرنا والوجرة دخصو كاريو نسو قاد waxay kala u yeedhay labadii janan ee ciidanka hoggaaminayay waxay ku tiri war boqorkii dhimay dadka seen loo sheegay diyaar uma yihiin ninkaas aanu farriin duro imanaya dadka la dagaal galiyo dagaalka si fiican u maamula labadan janan waxay qaateen bal wax waliba horta ha dhacaan inay dagaalka galaan waan dadku jabin sidii baa lagu heshiiyay waxa dhacday waqacada taariikhda muslimiinta caanka ku ah إلا إذا موقعة المنصورة، مقالة منصورة لا إذا مصر كت الله أي كدة عضي، أفرت ذي القاعدة، لحب قلية الضبيعة أفرتنكي، معركة حو جنب نحمرتي، نمان كنا صاردة هاي مسلمينتي، لكن وحي كجو ليستين، بحول الله وقوتي إني تشبيان عيدا كي قوتي لويس التاسع خارج المنصورة ولا كبير وحوقا عيدا ما بغركو ننك سوهر رأيي أي تاريخيانا دا قاركو دي راهدان قوشو الربينو كل يقاتو لويس كو كسو دك دك واحك استاها النقطة تفاصيشة كما ورميو ولا كبير هدنا طبعا مالموت كدي بي هدنا هجوم كلاكو قادين لويس هجوم كي كلاويس كدعي وسو علي هل كامر كي مرايصه أي وحي يمي توران الشاه حكم كيبا الله على مساري دبيتنا دادكي مسلمين تانا وحوغا نصري هورانا واهلين بغر كينا وايمي وكفر حين دقال عصبة للتخطيطي ودقال لدو قوة ويناي مسلمين تو قلان بالغوت المامامي تكمي ده لما بلوت كدب مدينة فارس كور ليده وينا مصر كتا الله برقا هورة تورية تولي يربيه هان جرتي وشارح شام ياليده مش شارح سام موقع عنك سيه لهيد ميشاس اياد دقال كيكا لكردعي دقال كان نمانكي مسيحيين تها قنطا لغا چاري إلا ايا بغور كي فرانسيسكا والغبط بغور كي لفتي ساق عانتا لغو ديگه كدبنا شروط آدق ايو كو خيداي بقوركا و خيديوان كو سي دينيا بقوركي ولا سو قبطي رئيس الوزراء اما وزيركي اوغو وينا غورغيسا فخر الدين ابراهيم با لوغو خيداي كديبنا هشيس با لالا غالاي هشيس كو قودا با ادق با كو جيره waxaa la yiri kow 800 kun oo dinaar oo dahab ah ayaad bixinaysa 800 kun oo dinaar ee dahabka ah nusna haddaad kaash u dhigaysa nusna وقت سوى صعدات بحنيسة وحكا لو انت على صعدة وحلا لي وحا محابيس هرا وقبصتين مسلمين دفعة هرا العقدة بحنيسة ما كو صدري سنة ولا سوى ديني وحا انت على صعدة وحلا لي وحا محابيس كاقبانينا وهينينا إلا اي دفعة دنبه العقدة قيبت دنبه انستالمنت كدنبه إلا وقت كاك بحنيسة محابيس تينا نوال هينينا waxa kale heshiiska kamida 10 ka sanadood soo socdan inaan wax dagaal la isku qaadin intii baa la aqbalay laakiin waa duun aad u tirabadan 800 kun oo dinaar waxay u dhigmaan 3400 kilo oo dahab ah yaani 1.4 ton waxay u dhigmaan wax ku dhadhow 3.4 ton waa 3 ton iyo bad wax ku dhadhow waxa laga rabaa inay naqad hadda u bixiyaan 1.4 tan hal tan iyo bad wax ku dhadhow dahab ah oo naqad inay imi ka dhiibaan de boqorkii baa xidhan kristankii way soo tagtageen intii waa la soo ururiyay waa la keenay luisa taasic waa la sii daayay magaaladan caka la yiraahdo oo imaarad masiixiyiina ayuu dib ugu noqday halka markay marayso توران نكي لورن شري توران شاه
مركا كان حوق بويس بضي سنة بغرطي يدي بوقف صدي تاريخي أنا دقا روحي دادان نين دبا عاد حنبوها إن سياسة دانا كوما في عينين لفتي ده قوشي وبغركي فرانسيسكا كقول استي بغرطي يدي وقف صدي أيو دادكي لسعودي ومو آبي يالين دادكي وماشي وقيمي كو islaantii boqoradda ahay ku sintay meesha waxaas oo wanaag u gashay wuxuu dhil lacagtii abahay baad qarisay imkada wayna soo saartaa hantidi abahay adiga la waka takhallusaya aad u wahan jabay baa la yiri nimankii guulahan waa weyn geystay casaakirta ahaa mamalikta ahana oo iska il duufiyay ama mas'uuliyadkoodi buu wax ka qaad qaaday wuxuuga ciidana uu kala yimi xaggaas oo watay أيو الرطب كسرية ماله سرقو تحضي وحب الابا إن لك الشكية مركا لمن كي ممالك تاها ويك الشكية إنك كان يدغى قوة إسلام تلفت يدينا ويشكي ده دبعتنا واب الله الشرع وارمحينو يالا وحب اللو قامي وارسيق اللفتي سيان دي لوك تخلص هاينا دافيه وحعانا تاريخ المماليك مسألة دم بينو شرح دونا وإن نجي صوت المامنا يمر كأنه دو دو بهان شيء إني طبعا كم يدنين للدليل بقرضي مماليكته صالحية ده ولي بقرة لا بيو طبعا كم يدنين لان قلابي نما كان أكتو ده دلكو كفضو ده سببت واحد دون تها النقط وأن من أسكرين ما كوسو كري دل إياه وحن لقو ترين قريي وأن تربية دا عسكر جوا تربية جافة وأن من دل كوا بدن لصيا هين وأن من أسكر جوا حي قانا ومرتين لحسميه وباش هلا كل جوية ما دبلوماسي بدن يسياسة بدن وانت بدن تدك الغصي وضوضك مفيعنا وأن من هدنا وأركي وحيدا دان ممالك تاريخ ضد وحي عام كن نقدين القتل بالشك أو بالنوايا مرة دو عدو ننكو يرى النقضات كشك دانا اينا تخلص تاينا كوها بوانتا هاي وانا نمان دم من دل يرى نمان عرور نمان دو دي با أسكاري نمان دان لغو بلابا مركا ننكو هدو سكور دل يرى أسكاري نمان دان قلو قاب كنو كوينا دو عقلي عسكري بيو يا شاين تبادانو آه انو وحول بحيو قاس وكتاليو سند فقهي ما شرعي ما جرو شيغيا بقرك مناصب كا قاداي ما كاسو يره هرجستا ما عين كان لو ديله ما جرو لكن وحي واركان ان اني كان كتخلصا غوان كاساي قاتين دبيتنا ان كان اوديغا وا ديلين ولا كان تخلص تضباطا معلومات بكدي مالنتي وكيمي حسن كيفا شو جريدون بابو سو سعدي تلاو مسعنين تضباطن عشا كدب استغنى وحلو قدري في عداد المفقودين ولا دلي ولي بدل كيس دل آدو آدك بوها فحيد آدان وحرد انت جريحا غريقا حريقا بين آدان أو محروقا وحيشا كان إن لدلي نبرك ورقة يقول نفته ورد دعوة ما مركو دعوة ما يبغوا كعررة مركا سو من نارد فولك من نارد دي بيدب كشدين مركا سو كوجب تي بيدا دي وكبو دي وبيجا نيل بو سكتوري مركا سو كردنت ده واحد هذا جريح نسقوا دعوة أوجب تي أو هفتي بودن تي بيدا ده كدبنا ماشي والله تشرد حالا سمينا يا مركا هل كانوا حكب الأبنتي والعصب لبدي كوحوت شجرة الدر هي نمان كي أسكرت هواي سوافقه لكن ماشي فرق سياسية يمام حالة سمينية وحيب بلابين إن دولة عصب لرسوه
oo waliba dawladdaasi ay islaantu madaxu noqoto waa fikrad aad u jadiida halkan dawladul mamalik baan markaa ka bilaabayna mamaliktan taariikhda intaynu naqaanay hore dawlado badan baa adeegsaday oo طولونيينتا نمكي لورنشيري أو الدولة الخشيدية أو الدولة الفاطمية أو الدولات كقاركود أفر بغلا كونوا عسكري بيوتين الخشيديين تيوكلا أفر بغلا كونوا عسكري ومملوكة بوهيست حراستي سوقرا سيدات كونا هانشرتي لكن دولة دا هوريلا يقانودن ممالكتو كرسي كسري ماي هنگورين شرين كل ببغر كماشا قبصادة بيدة تاغيري شرين هذا وحابي سويديين warmeeshan nin ayuubiyo dhaxlayaama joogo ki yimina waatana waa laga takhallusay bal kursiga maynu inaguba isku daynaba isweydiyeen maxaaba uu maalin ban nin boqor loo saaray maynu inaguba meesha qabsanno shajaratu dur islaantan la yiraahdo waxa ahayd qof dumar bay yiraahdaan oo geesiyada oo dhiiran oo aqli badan bay yiraahdaan bay ahaan jirtay iyana xisaabaadkeedii waxay isugu geysatay oo waliba qiyaadada iyo xikmad badan ku leh oo waxaynu ka garan karnaaba fitradii uu ninkaasi maqnaa siday wuxuu sii maamushay waxaanay aragtay inay nimankan laftoodu ay taageerayaan aan warkooda soo koobo habartaasi waxay qaadatay inay iyadu oo boqorad noqoto nimankii mamaaligtina waxay isdhaahdeen kolle islaanta hadhow way iska riixi karaysaane bal horta caradan hore ninkan loo qabayo waxaana kaga gudubteena meesha ha qabsato iyana waa taageereen mamaalik albaxriya oo taageersan ayaa habartii iclaansatay inay waddanka madaxweyne ka tahay waa awal dawla islaamiya habare ay tidhaahdo madax baan ka ahay ee taariikhda hore islaamiga lagu soo maqlo dee adduunka adduunkan mu ahayne waa islaba rogte qayladii baa badatay dabeetana magacyo badan bay la baxday waxaa caan ahaan jirtay boqoradu inay laqab la baxaan magac bay la bixi jireen waxay la baxday malikatul muslimiin as-saalixiyya boqoradii muslimiinta ee saalixiyada ahayd saalixadu waa almalika saalix najmuddiin bay u nisba sheegaysa odageedii dhintay laakiin lama aqbalin markaasay haddana ka bedasho waxay tidhi malikatul muslimiin as-saalixiyya waalidatu sultaan خليل أمير المؤمنين كي رأي أي دشاد انتي أي سنبقي عيسى ما يشكو صدرتي هدنا وحي أركتي بالا يدين عن الأغبالين بركاسي هدنا سيكر نسي وحي لبا حدا لقبا ملكة المسلمين المستعصمية الصالحية والدة السلطان خليل أمير المؤمنين بغرتو يدي إسلامي هيدا بغداد كتيرتي وانتي أنا ولد عين ayay u nisba sheegato mustacsimi bay sheegatay anigu amiirad yaro meel haysataan heed khalifadii gudmayhi bay rabtaa inay tidhaahdo laakiin warkaasi ma u eg yahay war ay aqbalayaan muslimiintii waagaasi noolay warkaa lama aqbalin mudaharaadaa ku kacay magaaladii baa buuqu badatay markaasay istiridi yaanu dabadu warka u bixino magaalooyinkii muslimiinta hore albaabo laga galay lahaan jiree albaabaday dadka ku xidho waxay istiri bal tuulooyinka warkan iyuu gaadhin hala joojiyo laakiin waqtiga kani ma ahayn waqti dumar wax hungareeyo dee barigu noola raggii raggaahna waa ahaa sultaan alculamaa baa joogaa cizadiin ibnu cabdisalaam ninkii la odhan jiray ee baayic ilmuluk boqorada iibiyey sultaan ibnu alculamaa iyo rag la midaba manaabiirta u baxay dabeetana islaantii xaalkii wuu sugmi waay boqorkii ay isku magac dartay ee mustacsimkii haystay baqdaadna isna ma aqbalin habar baa madaxe waraaq buu soo diray waraaqda uu soo diray isaguna wuxuu ku soo qoray in kaanat arrijaalu qad cudimat cindakum faaclimuuna xataa nusayra ilaykum rajula masar buu yidhi reer masarow haddii meeshii nin rag laga waayey ii soo sheegaa nin idin soo diray buu yidhi boqorkiina waraaqdaasuu soo diray taasi waxay abuurtay markaa inaanay u suurtagal ahayn islaantan inay wax xukunto haatan waxay qaadatay hadaba fikrad kale inay magaca ka daadegto laakiin ay xagga dambe wax ka maamusho waxay istidhi nimaad xukumi karto oo magac nineed wata laakiin xiniya adigu aad u sido
كامش كان بيستدي او يو ان نمنك حوق بدن له وحما ملكوا كويعو وحي اغبشه مركا اني كتنازشو يي وقت تنازليسا نمان عائله حوغان لهين ايوبينتي وحما ها نن ممالكتن كترسن ولي بده ممالكتو اسكمد ماها فرس الدين اقطاي ببرسي رجع حكومه كرتماها كان ندي وا ويناي ميشي جوغي مركا وحي دمعدي كوانا اني كواعته نمان اد بركا عان وهين لكن ممالك البحريه كترسن وعز الدين ايبك لا يراهدو واسل كيسي هورنا اجا شنكير بوها جا شنكيركو واشقو غورغا قصرغا لغا قبطو وبقرتويدا مدخدا هاد يغور وخا جيرا قولو ان عنادودا قابلسن او ددميا سان بقركي وخا لو سوي نمان كان مدخدو دون باشا وا لغا ددميا ايغو ما بلابان ميد با جيرا سو ددميا هادي لغو سموبي اسغو سموبا لكن سان مدخدو سموبين marka waagi hore shaqadan baabu hayn jiray wuxuu ahaa in jaashankiirkii madaxtooyada uu ahaa jiray ninkaas oo ayay istiri kan baad wad wadan kartaa dabeetana Izzuddin Aybak bay guursatay waxaan idhaahdaa wuxuu ka mid ahaa ragga aan ku caan bixin murannadii u dhaxeeyay jananadan iyo ciidamadan dawladda murannadoodii ragga aan qalin iska degan waana nin turkumani loo nisbeeyo turkumani gu dhalashadiisa ma habay qaari dhahdane wa wila nasaba wila an atqiya ala kullin sidatan maalmood ka dibay saasi shay dabeetana ninkan ba madax noqday jumaad al akhira oo lix boqol iyo sideed iyo afartankii ayaa waxa madax laga dhigay dawladdi masar Izzuddin Aybak عز الدين أيبك وادون لحرية لفتيسه لكن دتي وحي او اركين وارون هدي قفكن دمر ماشي كتكتيب الوا لوسي ميل غادي كرابا لو اركي ولدان ممالك تاهي لفتود وما يارق نين حوغاني وحي سلاهاي انسيقا لفتيسة وامدا اسكا ويعين كرتا وقتيا كان هل سنة قدهد بي مرسر مركا مريسا افر مدحويني odayii ayyubiga ahay najmuddin ayaa dhintay inankiisii baa la dilay shajaratu durba la asilay Izzuddin Aybak baa hadalka ay afraada wa sanad gudhihi baa afar madaxweyne la maraya Izzuddin Aybak laqabu la baxay al mu'izz bay'adi baa la siiyay shacabkiina waa aqbaleen isna wuxuu isku dayay inuu awraaqdiisa ratibto عندما عصب وقرطي ممالك البحر وحي كسر راعي كرين وقدر صدي عندما ديس عصب نندل يرى وقيسي عصب أي مضح وقرده وأنك الله إلى دمرك سيف الدين قطز ننك إنه أصعنا إنه تاريخ ديس كورنا قوبها تتارك تبيني وويل كان يرمركاسي إلا سود العسيي وقرده تي المعز شانك عندما ديس يوديبتي ومركي يقول رئيس تاريخ ذا ظهور وكياش أيوبيين تي شام جوغي كوميقا عين قد يدى التانية وحيسكو ديين مصر النقا اسكالا هين ومحي الدومها نيا وحان قبصدي يدو مركان يسكو تيجي أن كدو اللي بايدا هدين وير أربع صوقا دين عز الدين أي بكلفتي سا كهر تيجي ميل زقازيق ذا هلكن لايدا هدا ميلو دو العباسية معركة لايدا هدو لقالي واتشبيي boqorkii joogay baqdaad ba soo hadlay heshiis ba laga dhixriday heshiiskaasi wuxuu noqday markaa falastiin in loogu daro Izzuddin Aybak khaliifadiina inuu ictiraafo markaa Izzuddin Aybak hadda saxiixii boqortooyada muslimiinta khaliifadana uu helay markaa waa boqorkii rasmiga meesha لكن تاسي وحانا يقول قرصة من شانا ندي سيكو هسيه دي دولة دن قوله هذا كاني سيبا ننكي لو رنشري فارس الدين اقطاي وعينا كي مركا ممالك البحرية ننكي وقس الرئية ننكاسي بغر كان مبايع اعترافين الإمام المغريسي في كتابه
السلوك لمعرفة دول الملوك وحلية حقرات وحقرة يأيبك وحكا قارسي يقولون ألقابتي سواوية المعزية الملكية وحاوق ما يأيبك شرينه يا أيبك بورن شريبه ويدي مركو يأيبك هذا ما لا ينسى شرنكا عيدا ماذا دام وزير الدفاع مركو يأيبك هبلو كله المدح وين يا وحبطون الراعينين حقرات ولي بدرات دا صاحبتنا ما هين أيبك وحقو أنصدي عز الدين أيبك بورتو يدا سيدي وحج الله ممالك توحن تخلص كاكتو دا وحوين كما هين وحقا أمي مركا وحي كسهر جدين وكتخلصه دباتنا تشنن كي عيدة مديسة هستي فارس الدين غطاي لورن شري بو كتخلصه مركو تشنن كاسي دلي أيي هبرتينا شكدا أستري والله إنك فارس الدين غطاي كوكا قسي إن أنو حكم يا وحبتونا قوة وقلان إنين واشا كذا الممالك البحرية نكي وقوين أمركي اللي دي ليش أن ندي كحيقي وبحصدين عيدا كي ممالك دي بحري قاهي وكالة دات قايب كم يدو بضاني وحي وعررين دولة ليوبية دن كيدي ووليبا كم يدي هاي نكي نكي كحيقي ببرس لورنجر إلا دي بشغبوتكي مركلا وحصور نحقالي بغرطوية دي بغداد كتلين إيسي واسكود دايدين هشيسي سو وحكو هشيسي أن ممالك دم بحر جاء شكرا يا ميا عضي إنه فلسطين دتشيو غزة إنه دتشيو يسقون بقر كيماش هيستي إنه النقطة ده قال له أن لقصوا معمولا يردن ككنا إن لقى دايو هل كامر كأرنتو مريصه أنك يومشي حجستي أيو دمعينه سي حجسته سيلو بيع اعترافه بقر كم إذا بقر هذه أيوبيين أيو حديد للسمائي أحانو كد البضين وين أنت سسية وأنك اللورين شري بدر الدين لؤلؤ أينو أنت بدن صام الرئي موصل هيستو أن ما كفي عن كم إذا هاي التتار ككوح الدابو كم إذا ها كاسو وين أنت سد البضين إسلام تاي إنه حكمة دي عقل جبدك وفكرين كوشي جيني مركي أرنتان مقشي عقل جيبه وكتجو هنا ساقاضي dabeetana waxay go'aansatay iyana inay Cizuddin ayba kidisho wixii dhacayaba dhacaane in boqorkay odaygeeda inay ka taxallusto ficlan waa sidii wax la heshiiyay iska dhigtay waa u yimi ciidan bay meel ugu qarisay tafasiil waxba gali maayay iyana isagaba ka taxallusto Cizuddin ayba kana markaa waa la dilay meesha waxa la soo dilay baynu dhay tawraan shaah waa la dilay shajaratu durr waa la azilay عز الدين أيبك وكذا بي ولد لي فارس الدين أغطاي ولا سود لي إمي كان عز الدين با تخلص كيسي تاقي كان كي عيد مديسة سيف الدين قطس نكي اللورين شري أيا ماشي دبو غبصدي إنا نيرو عز الدين أيبك نالي وعلي اللي يراه دويل يرون ولقان قادم بابو كرسي ساري حبرتي نوصو قبطي حبرتي وحلا وحكومين لديلو تاريخي أنا ذو حين هذا الملام مالكت وقت قودي وتقول دلك حق مدتين لديله لكن طريقة ذي يدلين بها ينفع الحميد إسلام كله وقبي وذي لديله عز الدين أيبك وإن كان مك بقر كلا قد قيد الشيء أي أرن كيد اللي جو ريتشي إسلام والبكة هنا أساسا نيدو بقر كك قاضي أي اللي يدي لوري إسلام تأسيل لوري كتي iyana intay jaariyadii u shaqeynayay habli u shaqeynayay isugu yeedho halka ku xidhay ay tiri kab ku dila kabahan qaraaficda la yiraahdo kaba jiray loox laga sameeyay jiro qabaabiib la yiraahdo oo maas yar dusha laga dhijin jiray looxa kuwaasa loola baxay abartii shajaru durr ee cilmiga aqoonta badnayd iyo aqaliga badnayd iyana kab qaraafica lagu dilay sidii kabta loogu garaacay sidii boqorkii aynu ku soo maray خليفة العباسي هراتي ذا كل انتي سيد تتاركو هراتي وقوة دين شجرة درنا هراتي ذا سيد لقود لي كبت الله حايبا لقود لي وطريقة نسيانية بيدا هذا وقابان رنتي وعنطمين انقف من آدم اللو دلو لكن ساسي كل مات أرنك يوحو مريا مركا مصر وويلير ومضحكي يحي ونور الدين علي اللي يلاحظه
gacantana uu ku hayo wasi uu yahay Saifuddin Qutus nin la yiraahdo. Saifuddin Qutus waxaan oran karnaa marka kan waa al-Hakim al-Asli ee maamula dawladda waddankan ka talinaysa. Waa al-Hakim al-Asli dawladdan maamula. Waxa uu markaasi sameeyay inuu dejiyo dawladda tan. Qutus waa kuma haddaynu isweydiina ninkani xagu ka yimi isagu. Taariikhiyahanada muslimiinta waxay isku waafaqsay in taariikhda muslimiinta raggii soo maray ragga ugu waaweyn inuu ku jiro. Waxay idhaahdeen magiciisa dhabta ah Maxmuud ibnu Mamduud baa la idhaahaa. Maxmuud binu Mamduud baa la idhaahdaa bay idhaahdeen. Waa nin qoys boqortooya asalkiisu ka soo jeedo. Ninka kan waxaa la idhaahdaa waxaa hooyadii dhalay boqorkii Baxru Qaswiin ku dhintay ee Muxamed Al-Khawarizmi ee dawladdii Khawarizmiinta la soo jabiyey, ama waxaa abtigii iyo hooyadii la walaal tahay Jalaaladdiin Al-Khawarizmi, ninkii Tataarka Afghanistan labada jeer ku jabiyey ee kadib la soo kaceen ee Sindi ka tallaabiyeen ee xagga iyo Indiya orodka ku galay, kaas abtigiiya, kaas dadkii la socday buu ahaa isagoo yaroo caruura. Kaa markii la jabiyey reerkiisii iyo wixii oo dhan waa la qabtay, wixii la layn karayay way laayeen, midhan caruura iyo dad noocaasa addoonnimo loo kaxaystay. Wiilkan yari wuxuu ka mid ahaa dagaalladii markaa ka soo dhacay qaybtaasi dadkii addoonsiga loo soo kaxaystay. Akhiiran suuqii Nakhaase baa la geeyey, suuqa dadka lagu kala iibsado, waa la iibiyey, gacanba gacan bay u soo dhiibtay. Iib buu Dimashq ku soo galay, Dimashq baa haddana mid kale ka iibsaday, waa la waday. Masar buu iib ku galay, Masar baa haddana waxaa iibsaday Cizaddiin Aybik, waa soo koriyey. Akhiiran jaranka ciidanku noqday. Ninka kani marka hore qoys boqortooyaa buu ka dhashay, kadibna wuu jabay, kadibna waa la addoonsaday. Bariga muslimiinta laga keenay isagoo addoon ah, Masar baa addoonnimadii lagu keenay. Ilaahay qadartii kii unba haddana meesha dib u koray oo noqday markaa jaranka ugu weyn ciidamada waddankan haysta. Qutus waxay yidhaahdaan waa nin koob guri boqortooya ku koray. Abnaa'il muluki wal umaraa wal qaada waxay yidhaahdaan jaaniska inay qaadan noqdaan way ka tiro badan tahay dadka caadiga jaaniska inay qaadan noqdaan. Waa culimadan leadershipka iyo managementka ka warantaasaa sheega, waayo ninka kani guriga uu ku koray hadduu iyo guri wax laga maamulo inta badan kuwaasaa noqdaa. Dee duwalka maanta joogaba orod stuurdinka eeg, ama wasaaradaha eeg, ama caynkan eeg, waa dad ku soo koray guriyo maamul. Jaaniskooda wuu ka badan inay maamul qabtaan dadka kale caadiga jaaniska wax ku maamulaan. Ninkani waa guriga umaruu ku soo koray marka koowaad. Marka labaad, mamaaligtii Masar lagu tababaray waa nin ka mid ah oo dowraadka diiniga iyo kuwa askariga iyo kuwa qiyaadigaaba soo maray. Waa nin askarinimo rasmiyana loo tababaray. Waa nin markaa kalsooni nafeed leh oo sida tan ah askari dhaba ah. Wuxuu ku talagalay inuu meesha tan dejiyo. Sawraad baa waddanka ka bilaabmay kacdoomo ay ka mid yihiin Shajaratu Durri, kuwii iyada la xisbiga ahaaye ka soo hadhay mamaaligtii baxsatay Almamaalik Albaxriya oo uu hogaaminaya nin la yidhaha Sanjar Alxalabi. Sanjar Alxalabi waa Mamaalik Albaxriya buu ka tirsanyay. Waxaanu rajaynayay Cizaddiin Aybak Gadaashi inuu isagu madax noqdo, laakiin waa tan wiilka yar la saaray. Dabeetana dhaqdhaqaaq bilatariya sawrad buu sameeyey. Qutus baa qabtay oo wuu xidhay. Wixii kale rabshada wado dhan wax cararay iyo wax la xidhay bay noqdeen. Mamaalik Albaxriya waxoogaa ka soo hadhay qaybo ka mid dib bay u yaaceen. Ayuubiyiintii nin ka mid ah oo Mughiisuddiin Camar la yidhaahdo, aynu hore u soo marray markaynu ka warramaynay dowlad Ayuubiya, waa Kark meesha la yidhaahdo, meel yaroo Urdun ku taallu madax ka ahaan jiray. Waxay yidhaahdaan nin hunguri badan, hunguri siyaasi oo weyn loo Itaaliyar buu haddana ahaa.
ayaa waxa qaaday hunguri ah war masar ayuubiyiintii waa tan laga qaaday een nimankan istildilaya qabsaday maadaad ugu ku duushid mala waad qabsan karaysaa oo soo duule 650 iyo kontonki waxa ka hortagay Saifuddin Qudus ciidan uu hoggaaminayo uu jabiyay mar labaad adana Rabiicul Aakhir ayuu dib u soo duulay 650 marka labaadna waa la jabiyay marka labaad uu soo duulay ma taqaana wa Baqdaad intii la qabsaday laba bilood kadib yani siday u fakarayeen nimanka ariga maskaxdoodu u qaldantay iyadoo caasima khilaaf muslimiin la qabsaday ayuu tatar kuma duulina ma wax iskama celinay dawlad yar oo muslimiin oo meel kale ka jirtu duulimaad u siiyay laba bilood kadib Baqdaad oo la haysto laba bilood oo maratay ayuu xagga Baqdaad uma jeeday wuxuu jeeday inuu Masar soo qabsado laakiin markan kala hadana dib baa loo celiyo waa la jabiyay waxa bilaabay marka wiil yaroo Masar haysta iyo ninka Qutus la yidhaahdo ficilan taliya rasmiga ah iyo holaka oo dagaalkii soo wada oo Shaam iyo dhulka inteeda badan soo qabsaday oo markaa Xalab maraya halkaa markuu marayo ayuu wuxuu arkay Qutus inay arrintu khatar tahay oo saddex dhibaatoba ay waddanka ka jiraan tatarkiyo soo socda iyo mamaalik albahriya oo thawraat wada oo gudaha casaakirtii rasmiga ee dawladdu lahayd oo inqilaabo isku daydaya iyo ayuubiyiintii iyo Shaam oo mar walba soo socda oo soo dagaal galaya wuxuu arkay meeshu inay u baahan tahay maamul rasmiya inaan ka yarinay inaan wax maamulaynin markaa kadib bay yidhaahdaan markuu rag badan la tashaday wuxuu go'aansaday wiilkan yarna ee magacuyaalkaana inuu meesha ka duwo dabeetana uu meesha si rasmiya u qabsado Saifuddin Qutus 24 dilqacda 670 ayuu markaasi Masar qabsaday markuu Masar qabsaday wuxuu bilaabay dagaal ah inuu u diyaar garoobo tataar sidii uu jabin lahaa caqligan yara hoose inqilaabaad tiriyo waxana sidii looga bixi lahaa inuu musaalaxa raadiyo ayuubiyiinta la heshiiyo mamalik albahriya la heshiiyo siyaasa al-kharijiya wadanka uu dhiso een maxaa la yiraahdaa xataa kristankii haystay tuulooyinka tirada badan leh dagaaladan soo qaaday inuu la heshiiyo inuu isku dayo dagaalkiisa inuu ku wajaho tataar waxa dadka ka soo haray ama kristan ahaadaan ama muslim ahaadaan si kastoo loo cul yahay inuu heshiisa la geli doono waxaan isku dayi doonaa marka dariska dambe inaan ka bilowno tataarkii oo duulimaadkoodii soo wada iyo Qutus oo qabsaday magaalada Masar iyo dagaalkii Aynu Jaluut sidii ugu diyaar garoobay maantana halkaas kaga joojiyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi